معنا عبر الهاتف المهندس عيسى الملا المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الموانئ الكويتية. مساك الله بالخير باشمهندس، كيف تسير حركة الملاحة في الموانئ في ظل موجة الغبار التي تشهدها البلاد؟ مساكم الله بالخير. حاليا حركة الموانئ متوقفة بسبب تدني الرؤية حسب التقارير الصادرة من العمليات البحرية. الرؤية حاليا أقل من 300 متر، فكل السفن اللي كانت مجدولة في الفترة الصباحية في الدخول أو الخروج كلها تمت عملياتها بسلام. حاليا يمكن في سفينة واحدة تم انتظارها في منطقة المخطاف في الشعيبة للنواحي الأمنية للسفينة وسلامتها. احنا في مثل هذه الظروف طبعا الاجراء المتخذ في الموانئ الثلاث حسب تعليمات الكابتن بدر العنزي مدير عام المؤسسه هي اجراء الامن والسلامه للسفن للطواقم للمرافق المينائيه. فكل الاخوان حاليا في العمليات البحريه وفي عمليات المناوله داخل الميناء متخذين هذه الاجراءات في الموانئ. احنا السفن كلها اللي في الموانئ حاليا هي في عهده الموانئ، يعني احنا حابين نطمن ملاك السفن وكلاء السفن ان السفن في ايدي امنه، راح نتعامل معاها بسلامه الى ان تفرغ شحناتها وتغادر متى ما تحسنت الرؤيه وسمحت الظروف المناخيه لخروجها. نعم المهندس عيسى الملا، كل الشكر لك ولجميع الجنود المجهولين في ظل هذه الظروف في من حالة عدم الاستقرار الذين يعملون للحفاظ على سير المؤسسات وفي ظل هذه الظروف. شكرا لك وشكرا لمؤسسة الموانئ الكويتية، وكان معنا المهندس عيسى الملا المتحدث باسم الموانئ الكويتية. شكرا لك.